الجيش الوطني اليمني من استعادة السيطرة على مواقع جديدة بمديرية نهم شرقية صنعاء أثر معارك عنيفة خاضها ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية، فيما واصلت قوات الشرعية تقدمها بجبهة مأرب والبيضاء وصعدة. بين مطرقة الجيش اليمني وسندان مقاومته الشعبية تستمر العمليات العسكرية التي تحقق من خلالها قوات الشرعية انتصارات متتالية. ففي محافظة البيضاء تمكنت المقاومة الشعبية من استعادة عدد من المواقع المطلة على منطقة الأريال بمديرية ذي ناعم، ومواقع في منطقة الحبج بمديرية الزاهر آل حميقان، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الإنقلابية أسفرت عن مقتل 18 عنصرا منهم. الجيش تمكن من صد هذه القوات وتراجعها والسيطرة على المرتفعات الجبلية طبعا، الذي تعتبر مرتفعات هامة لتبقى مواقع القوى الحوثية مكشوفة وتحت سيطرة نيران المقاومة. وهذا يعطي لقواتنا أنه إن شاء الله بتقدموا نحو أكثر. أما في محافظة مأرب فقد تمكنت قوة الشرعية في جبهة صرواح من التقدم في منطقة أتياس وأطراف وادي الربيعة من جهة حريب نهم بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. في غضون ذلك شنت قوة الجيش اليمني قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدفت فيه مواقع للميليشيات في منطقتي آل عمر وآل الشيخ في مديرية منبه بمحافظة صعدة، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومدافع تابعة للميليشيات. لاحظ في الفترة الأخيرة اشتداد الجبهات على مختلف أماكن النزاع في مختلف الأطراف الحدودية ما بين القوات الانقلابية وقوات الشرعية والمقاومة. إن القوات الانقلابية تلقت ضربات موجعة في مختلف الجبهات، وبالتالي تحاول أن تبحث عن أي نصر من أجل دعم معنوي لمقاتليها. التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني في قلب جبهة نهم يتواصل بعد تحرير مواقع المدوار وتبة مبارك، الأمر الذي يجعل من نقيل بن قيلان الهدف المقبل، حيث أفادت مصادر عسكرية أن الجيش والمقاومة يحشدان قوات كبيرة لهذه المعركة التي ستمهد الطريق إلى صنعاء. فيما تتكبد الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مع استمرار انتصارات قوات الشرعية في كثير من جبهات القتال، تستمر قوات الجيش في تطهير المحافظات المحررة من فلول عناصر التنظيمات الإرهابية. عماد حيدر، لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عدن. ولتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة كثير من الملفات الخدمية في محافظة عدن والمناطق المحررة في موقف يغلب فيه الجانب الإنساني على أي أهداف أخرى. نعم.